بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الطلبة الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من محاضرة Anatomy of the Anterior Abdominal Wall. كنا تحدثنا في المحاضرة السابقة عن Introduction to Anatomy of the Abdominal Region، بعد كده تكلمنا عن Layers of the Anterior Abdominal Wall، تحدثنا عن Skin وتحدثنا عن الفاشيا، السوبرفيشال فاشيا، السوبرفيشال فاتي لاير والديب ميمبرينس لاير، وتكلمنا عن الديبيتس حوالين الديب فاشيا، بعد كده تكلمنا عن الانترولاترال اند ميد لاين انتيرير ابدومينال وول ماسلز اللي هم الاكسترنال والانترنال اوبليك ماسلز والترانسفيرس ابدومينس والريكتس ابدومينس والبيراميدالز. اليوم إن شاء الله راح نكمل بقية التوبكس في هذه المحاضرة. راح نبدأ في البداية بالأناتومي of the rectus sheath. Rectus sheath عبارة عن connective tissue membrane that encloses يعني تحيط ب rectus abdominis muscle and pyramidalis if present. بالإضافة ل two muscles هدول في عندي أيضا من ضمن ال contents of the rectus sheath اللي هم ال anterior rami of the lower six thoracic nerves اللي هم اللي بيغذوا muscles of the anterior abdominal wall. اثنين superior and inferior epigastric vessels arteries والveins. واخيرا في عندي lymph vessels في rectus sheath. من ايش بتنعمل rectus sheath؟ هي عبارة عن fibrous sheath زي ما حكينا. هي بتتكون من aponeuroses of the three anterolateral abdominal wall muscles. كلهم قلنا احنا العند تقريبا الميد كلافيكولار لاين، لاترال الميد كلافيكولار لاين هذا الفليشي بارت اوف ذا muscles يعني الجزء اللي فيه muscle fibers حمراء، والميديال للميد كلافيكولار لاين هنا بتيجي هنا الابونيوروزيس. الابونيوروزيس الثلاثه لهم سلوك معين لما يقتربوا من الريكتس مصل، بعضهم بيعدي من الأمام، بعضهم بينقسم بيعدي من الأمام ومن الخلف، بعضهم بيعدي من الخلف. هل هذا الكلام بيحصل على طول الريكتس مصل؟ هذا الكلام راح نعرفه في السلايدات التالية. لو جينا نظرنا إلى الصورة إيه، هذه عبارة عن إيش؟ عبارة عن anterior view. anterior view هذا المكان اللي أنا بأتحرك عليه، هذا هو right rectus abdominis muscle. إحنا شايلين الرايت ريكتس ابدومينس بالانتيريور وول اوف ذا ريكتس شيث. ايش شايفين؟ شايفين فقط البوستيريور وول اوف ذا ريكتس شيث لعند حد معين. هذا الحد معين بينتهي البوستيريور وول، بعد هيك ما بيكون في عندي بوستيريور وول للريكتس شيث. هذا الخط مهم جدا بنسميه اركويت لاين. اركويت لاين على الخط المقوس، وانتم شايفين هو خط مقوس بيكون موجود below the level of the umbilicus at the level of the anterior superior iliac spine. واضح عندي انه هذا الديفكت في البوستيريور وول سمح للانفيريور epigastric artery انه يفوت للريكتس شيث behind the rectus abdominis muscle. هذا عبارة عن sagittal section through the rectus muscle. واضح عندي هنا الريكتس abdominis، هيها موجودة، وهي التندينيس intersections، والتندينيس انترسكشنز اللي عامله ديفيجن للريكتس ابدومينس مسل اتاتشد تو ذا انتيريور وول اوف ذا ريكتس شيث. لما اجي اطلع هنا هذول لايرز اوف ذا انتيريور ابدومينال وول، السكن، بعدك السوبرفيشال فاشيا، بعدك بتيجي الابونيوروزيس اوف ذا اكسترنال اوبليك والانترنال اوبليك، هذول بكونوا قدام الريكتس ابدومينس مسل. ورا الريكتس ابدومينس بلاقي الابونيوروزيس اوف ذا transversus abdominis muscle. طيب حكينا ايضا انه هاي الاركوت لاين موجود، وهذا الانفيريور epigastric artery كيف بفوت ديب للاركوت او anterior للاركوت لاين، يعني قدام الاركوت لاين عشان يفوت للريكتس شيث between the rectus abdominis muscle and the posterior wall of the rectus sheath. بيضلوا طالع لغاية ما يقابل مين؟ ما يقابل السوبيريور epigastric artery، ويعمل معاه anastomosis behind the rectus abdominis muscle. الformation of the rectus sheath موضوع مهم جدا جدا في الاناتومي of the anterior abdominal wall، ولازم ندرسه بعناية ونركز فيه. طبعا الformation of the rectus sheath له levels
الليفل الأول above the coastal margin، يعني وراء مستوى حد الضلوع. رقم 2 between the coastal margin and the anterior superior iliac spine، هذا الليفل الثاني اللي حندرس فيه مما تتكون الريكتس شيث. بعد هيك below the anterior superior iliac spine أيضا رح في كل مستوى من هذه المستويات رح ناخذ transverse section through the abdomen ونشوف الريكتس أبدومينس إيش يحيط بيها من الأمام وإيش يحيط بيها من الخلف. إجينا هنا اطلعنا لأخذنا transverse section above the coastal margin، بطلع وين الريكتس أبدومينس مصل. هاي الريكتس مصل موجودة هنا. مين اللاير الأبونيروس اللي قدام الريكتس أبدومينس؟ لقينا الأبونيروسس of external oblique muscle. إذن الأنتيريور وول of the rectus sheath at the level أو at a level above the coastal margin is formed by the aponeurosis of the external oblique muscle. طيب ال posterior wall لقينا إنه في هذا المنطقة rectus abdominis نايمة مباشرة على ال coastal cartilage اللي هم الخامس والسادس والسابع وال intercoastal spaces بال intercoastal muscles الموجودة بينهم. طيب في الـ level between the coastal margin and the level of the anterior superior iliac spine وجدنا التالي. هاي الـ rectus abdominis muscle هيها، وهاي الـ 3 anterolateral abdominal wall muscles. لقينا نيجي نتبع كل aponeurosis لكل واحدة من هدول المسلز. الـ external oblique muscle هاي الـ aponeurosis تبعها ضلوا وعدى صار anterior للـ rectus abdominis muscle، إذن يشارك في تكوين الـ anterior wall. الـ internal oblique عند الـ lateral border of rectus abdominis راح الـ aponeurosis تبعها انقسم إلى two layers. layer بتمر قدام الـ rectus abdominis muscle واللاير الثاني بتمر posterior to the rectus abdominis muscle. طيب لترانسفيرسس، لترانسفيرسس حكى لك انه الابونيوروزس تبعها بيعدي بوستيريور لام الريكتس ابدومينس مصل. اصبع عندي هنا الانتيريور وول اوف ذا ريكتس شيث بيتكون من ابونيوروزس ونص، والبوستيريور وول اوف ذا ريكتس شيث بيتكون من ابونيوروزس ونص. وين هذا الكلام موجود؟ موجود بتوين ذا كوستال مارجن اند ذا انتيريور سوبيريور ايليك سباين. سو ذا انتيريور وول of the rectus sheath at that level is formed by the aponeurosis of the external oblique muscle and the anterior layer of the aponeurosis of internal oblique muscle. طيب ال posterior wall مكون من ال aponeurosis of transversus abdominis plus ال posterior layer of the aponeurosis of internal oblique muscle. طيب below this level بنلاقي انه نيجي نتبع لقينا كل الابونيوروزيس of the external, internal oblique, the transverse abdominis كلهم بيعدوا anterior rectus sheath and the posterior wall is deficient below the anterior superior iliac spine. إذا ما فيش إلى posterior wall هذا الكلام وجدنا إنه rectus abdominis muscle نايمة مباشرة على الفاشية transversalis، وهذا الكلام اللي احنا شفناه هنا أي على من عند الكوستال مارجن لغاية البيوبس كل في إلى anterior wall موجود تمام، لكن البوستيريور وول من عند الكوستال مارجن وينزل تحت لغاية الانتيريور سوبيريور إليك سباين موجود posterior wall. below that level ما فيش posterior wall وهي الريكتس abdominis نايمة مباشرة على الفاشية transversalis. واضع عندي هنا كيف الانفيريور epigastric vessels بيعدوا من خلال الديفكت في البوستيريور وول، يعني بيكونوا هما انتيريور للارك ويت لاين، بيكونوا بوستيريور للريكتس ابدومينس، انتيريور للبوستيريور وول، اذا هما بيعدوا في جاب بتوين ذا ريكتس ابدومينس اند ذا بوستيريور وول اوف ذا ريكتس شيث، بضلوا الانفيريور ايبيجاستريك لغايه ما يعمل انستوموسيس مع السوبيريور ايبيجاستريك ارتري. واضع عندي هنا شايف هذه المنطقة المنقطة بالنقط السوداء هذه تشكل الفاشية ترانسفيرساليس. لو حطينا الريكتس أبدومينس في هذا المكان احنا شايلينها بنلاقي انه هاي البوستيريور وول موجود لغاية هذا الاركوت لاين، بعد هيك الريكتس أبدومينس نايمة على الفاشية ترانسفيرساليس. واضع عندي هنا الرايت ريكتس أبدومينس مع التندينيوس انترسكشنز at the xiphoid process at the umbilicus وميدوي between these two levels
واضع عندي هنا الليفت ريكتس ابدومينس، شايلينها عشان نشوف البوستيريور وول اوف ذا ريكتس شيث. في ملاحظة مهمة جدا انه الرايت ريكتس شيث مفصولة عن الليفت ريكتس شيث باللينيا البا، واحنا قلنا انه اللينيا البا بتتكون نتيجة تداخل الابونيوروزيس اوف ذا رايت اند ليفت 3 انترولاترال ابدومينال وول muscles. لو طلعنا على اللينيا البا راح نلاقي انه اللينيا البا is wider above the umbilicus and it narrows below the umbilicus. هل هذا الكلام مهم؟ نعم مهم هذا الكلام. راح ناخذ في محاضرة من المحاضرات القادمة نتكلم فيها عن الهيرنيا، والهيرنيا قلنا protrusion of abdominal content through a defect in the anterior abdominal wall or through a defect in the abdominal wall in general. الآن لو في جزء من الانتستين بده يزق على الانتيريور ابدومينال وول، بالكو من المنطقة اللي بتكون أضعف في اللينيا ألبا، above the umbilicus ولا below the umbilicus؟ excellent above the umbilicus because it is wider than the linea ألبا below the umbilicus. عشان هيك راح نلاقي إنه في عندي نوع من الهيرنيا اللي بنسميه para umbilical hernia، ونوع آخر بنسميه epigastric hernia or fatty hernia of linea ألبا تحدث above the umbilicus لأنه هذه wider. طالما wider إذن الفايبرز تبعتها متباعدة شوية عن بعض، وهذا بيعطي weakness في اللينيا ألبا above the level of the umbilicus. طبعا ال anterior wall of the rectus sheath is attached to the rectus abdominis by the tendineous intersections. طب what about the posterior wall؟ لا ال posterior wall زي ما احنا شايفين هنا ما فيش حاجة بتربطه بالrectus abdominis muscle. طبعا هذا الكلام منطقي وواقع لانه لسه عمالنا بنحكي انه الانفيريور ابيجاستريك والسوبيريور ابيجاستريك فيسلز بيعملوا انستوموسيس بيهايند ذا ريكتس ابدومينس ماسل، لكن ويذن ذا ريكتس شيث. اذا بنلاقي انه البوستيريور وول والريكتس ابدومينس مش ماسكين في بعض وبينهم زي بوتنشال سبيس. هذه صوره ثانيه برضه ترانسفيرس سكشن above the arc with line، لما يحكي لي above the arc with line يعني above the anterior superior iliac spine. واضع عندي هنا الاكسترنال اوبليك ابونيوروسيس كيف بيكون الانتيريور wall of the rectus sheath على الجانبين، الانترنال اوبليك تنقسم الى جزئين anterior وposterior، والترانسفيرسس ابدومينس بتعدي posterior. below the arc with line لا الموضوع بيختلف، بيلاقي انه الثري ابونيوروسيس بيعدوا anterior للrectus abdominis والrectus abdominis lies immediately anterior to the fascia transversalis. هنا برضو صورة تانية، وضع عندي الابونيروسيس of the external oblique باللون الأخضر الفاتح، الابونيروسيس of internal oblique باللون البرتقالي، والابونيروسيس of transverse abdominis باللون الأزرق. هذا برضو above the level of the anterior superior iliac spine، وهذه الصورة below the level of the anterior superior iliac spine. واضع عندي تداخل الابونيوروزيس مع بعض to form the linea alba. الآن في شغلة ملفتة بتصير بين الابونيوروزيس of the right external oblique والleft external oblique، وبين الابونيوروزيس of the right external oblique والleft internal oblique and vice versa. بيحدث حاجة بنسميها decussation and interweaving of the aponeurotic fibers at the linea alba. linea alba عبارة عن strand موجود أو cord of fibrous tissue موجود ممتد من الزيفويد process للسيمفيس بيوبس، وهذا يشكل زي محور ارتكاز للright and left anterolateral anterior abdominal wall muscles. كل ما كان في تداخل للابونيوروتيك فايبرز كل ما هذا اعطى مور سترينث لللينيا البا، وبالتالي بيعطينا قوه للانتير ابدومينال وول، وهذه القوه جارد اجينست هيرنييشن. لو نظرنا هنا بنلاقي انه السوبرفيشال فايبرز سوبرفيشال ابونيوروتيك فايبرز اللي بتكون في الرايت اكسترنال اوبليك بلاقيها عند اللينيا البا بتصير ديب وبتكمل على الجهة الأخرى من الابونيوروس of left external oblique، بينما the deep fibers of the right external oblique pass superficially on the left side. هذا اللي بنسميه intramuscular exchange. ليش intramuscular؟ لأنه نفس المصل external oblique right to left. intramuscular exchange of superficial and deep fibers within aponeurosis
of contralateral external oblique muscles. بينما هنا برضو بيحصل الشغلة شبيهة إنه الفايبرز of the right external oblique muscle بتعدي deep وبتكمل مع الفايبرز of the left internal oblique muscle. هذا إيش بنسميه؟ بنسميه intermuscular exchange of fibers between aponeurosis of contralateral external and internal oblique muscles. بمعنى إيش هنا بصير؟ هذا اللي بنسميه التداخل. بالضبط نفس إيدي هيك. هذه الإيد deep لهذه الإيد، لاقي الفايبرز الديب راحت superficial على الجهة الأخرى، والفايبرز اللي كانت ديب على الجهة الأخرى صارت سوبرفيشل على الجهة الثانية. في نفس المصل بيحدث هذا الكلام، وبين الإكسترنال والإنترنال أوبليك على الجهتين. فبيحدث عندي two types of decussation and exchange of fibers, intramuscular and intermuscular exchange. Medical application على الريكتس شيث، عندي هيماتوما of the rectus sheath. ومعروف كلمة هيماتوما يعني accumulation of blood within the rectus sheath. It is an uncommon condition، يعني هاي حالة مش شائعة، لكنها important وأهميتها تنبع إنه هي often overlooked. Often overlooked يعني بياخدش بالهم الأطباء منها، فإذا حطوها في البال باستمرار ممكن يشخصوها ما يصيرلهاش overlooking. طبعا الهيماتوما of the rectus sheath most often occurs on the right side below the level of the umbilicus. إيش معنى؟ لأنه غالبا الواحد على الجهة اليمين، الجهة اليمين بتكون متقدمة، ممكن يصير blunt trauma لهذه الجهة. لو واحد أخذ blunt trauma عن طريق boxing أو شغلة من هذا القبيل، بتكون البوكس متجه بهذا الشكل، يعني إيدك وانت بتضرب بوكس لواحد في البطن بروح على الجهة الثانية. إذا الجهة الثانية يعني على الجهة the right side of the other person. عشان هيك كانت most often الهيماتوما بتحدث على right side below the umbilicus. Source of bleeding، مين الفيسل اللي بيتضرر نتيجة هذه البلانت تروما؟ هو inferior epigastric vein، ورارلي ممكن inferior epigastric artery. زي ما احنا شايفين كيف منطقة الأمبلايكس وما حولها، في عندي إيكيموسس أو في عندي زي كدمات وهيماتوما، وبين البلد بلويش ريد ديسكالوريشن أوف ذا سكين، هذا يدل على هيماتوما في هذه المنطقة. هذه صورة سي تي شفنا فيها هاي الليفت ريكتس، طبعا هذه ترانسفيرس سكشن هذا السي تي، والجهة هذه هي الرايت سايد زي ما احنا شايفين، وهذه الجهة هي الليفت سايد. نتطلع بنلاقي هاي الليفت ريكتس ابدومينس مصل طبيعية ما فيش فيها حاجة، لكن الرايت ريكتس ابدومينس قديش حجمها كبران، معنى الكلام في عندي abnormal accumulation of blood، وهذه صورة السي تي تبعت الريكتس شيث هيماتوم. الآن هل كل بلانت تروما للأبدومين راح تؤدي إلى ريكتس شيث هيماتوما؟ لا بكل تأكيد، لكن في عندي بعض العوامل which predispose to rectus sheath hematoma، يعني بتزيد من فرص حدوث الهيماتوما. انه يصير في عندي stretching of the inferior epigastric vessels، هذا الستريتش نتيجة مثلا coughing، او نتيجة انه الشخص هذا الفيميل هذه بتكون في later months of pregnancy، في اخر شهور الحمل. usually blunt trauma to the abdominal wall، أو ممكن تكون fall or a kick، يعني واحد يسقط على blunt object فيعمل blunt trauma، أو زي ما حكينا إنه يكون في عندي blunt trauma بالboxing أو بالkicking بالfoot. السيمتومز بيكون في عندي midline abdominal pain، abdominal pain في النص، وعندي acutely tender mass confined to one rectus sheath is diagnostic، يعني ماس أصبحت مؤلمة بشكل مفاجئ وليميتد لون ريكتس شيث. إذن هذا 100% بنقول هذه التشخيص المبدئي تبعنا بيكون ريكتس شيث هيماتوما، which is verified by further investigations زي الراديولوجي. طيب what are the functions of the anterior abdominal wall muscles؟ في البداية عندي الأوبليك muscles laterally flex and rotate the trunk. This is the lateral flexion of the trunk and this is the rotation of the trunk around the vertical axis of the vertebral column. The rectus abdominis muscle تعمل flexion زي في هذا position.
malleflexion of the trunk and stabilization of the pelvis, لأنه right and left rectus abdominis muscles attached من فوق في اللور كوستال مارجن ومن تحت للبيوبيك بونز، وبالتالي تعمل stabilization of the pelvis. والبيراميدالس مسل زي ما خدنا keeps the linea alba taut during the process، لما تعمل انت flexion of the abdomen زي في حالة الركوع بهذا الشكل، الأصل انه linea alba يصير متعرج، لكن هذا الكلام بيحصلش بسبب وجود البيراميدالس. لو كانت موجودة بتشد linea alba لتحت. The muscles of the anterior and lateral abdominal walls assist the diaphragm during inspiration. وهذا الكلام احنا حكيناه في البداية انه during inspiration بصير عندي contraction of the primary muscle of respiration اللي هي diaphragm. Contraction of the diaphragm results in downward descent of the diaphragm. بينزل لتحت. طالما بينزل لتحت بعمل لي compression على الابدومينال فيسرا. وين بدهم يروحوا؟ الاصل to be pushed forward. إذا لازم ال anterior abdominal wall muscles تعمل relaxation وقت ما الديافرام عامل contraction عشان تسمح بحدوث عملية ال inspiration بدون أي عوائق. ال muscles assist in the act of forced expiration. إحنا بنعرف إنه في عندي أنا two types of expiration من الزفير. في عندي forced expiration زي حركة النفخ، وفي عندي passive expiration اللي هو which occurs at rest. الforced expiration هذا هذه active process، يعني تستلزم contraction of accessory expiratory muscles بالإضافة لمساعدة ال anterior abdominal wall muscles. طبعا relaxation of the diaphragm هو المسؤول عن حدوث عملية ال expiration، لأنه relaxation بيرتفع إلى الأعلى، بيقلل ال vertical diameter، بيضغط على ال bases of the lungs، وبالتالي بيساعدها على تفريغ الهواء بداخلها. الآن في ال forced expiration بيصير contraction of the anterior abdominal wall muscles، بيضغطوا الفسرة إلى الداخل. طالما إلى الداخل، طب لورا في عندي ال vertebral column، فبيرتفعوا للأعلى، بيساعدوا في ال rapid pushing up of the diaphragm، وبالتالي خروج سريع للهواء زي ما حكينا. الـ هذا الكلام متى بيحصل forced expiration؟ زي في حالة الكافينج، الكحة، السنيزينج، العطس وما إلى ذلك. Their tone plays an important role in supporting and protecting the abdominal viscera بكل تأكيد، لأنه الأنتير abdominal wall ما فيش فيه skeletal elements، وبالتالي التون والقوة تبعت الأنتير abdominal wall التنشن الموجود فيها هو يعني بيعمل some sort of protection. الفانكشن التالتة by contracting simultaneously with the diaphragm، يعني الديافرام عامل contraction ونازل لتحت، والأنتير abdominal walls عامل contraction وراجع على وراء. إيش أخبار الانترا abdominal pressure؟ will increase greatly. ليش بقول increase greatly؟ إذا إحنا محتاجين to increase the intra-abdominal pressure in certain situations، زي في الميكتوريشن في عملية التبول، زي في الديفيكيشن، زي في عملية البارتوريشن أو عملية التشايلد بيرث اللي هي الدفع إلى الأسفل والمساعدة في ولادة البيبي. What are the nerves responsible for supplying the anterior abdominal wall muscles؟ راح نلاقي انه الoblique والtransversus abdominis muscles بيغذوها ال anterior rami of the lower six thoracic spinal nerves زائد ال first lumbar بفرعيه ال iliohypogastric and ilioinguinal، بينما ال rectus abdominis muscle بس بيغذيها ال lower six thoracic nerves، وال pyramidalis muscle بيغذيها ال 12th thoracic nerve اللي احنا بنسميه subcostal nerve. Abdominal muscles abdomino thoracic rhythm and viscerotosis. احنا حكينا انه الshape of the anterior abdominal wall depends on the tone of its muscles، وشفنا لما يكون في عندي good tone وabdominal الabdominal musculature
يعني ويل ديفلوب، بكون كيف شكل الابدومين، ولو كان في عندي ويك تون وفي عندي اوبيزيتي كيف بكون ايضا في بروتروجن اوف ذا ابدومين. الان اذا كان في عندي وومن ميدل ايج في منتصف العمر لها بور ابدومينال ماسلز لانها حملت احمال كثير، ولدت ولادات كثير، مالتيبل بريجننسز، is often incapable of supporting her abdominal viscera. فلاقيها لما تكون واقفة في الـ erect position، في وضعية الوقوف، the lower part of the abdomen is protruded زي كرشة صغيرة هيك. هذا مش سمنة غالبا، وإنما هذه weakness في الـ anterior abdominal wall، والـ abdominal contents بتحاول تضغط على هذه، بنسميها الـ condition viscero توسز. فيسرو يعني من الفسرة، وتوسز زي التدلي. فيسرو توسز يعني كأنه الفسرة بتحاول تطلع برا الابدومن. طبعا مش لازم يعني نخربط بين هذه الكونديشن وبين الابدومينال تيومر. مثلا واحدة عندها اوفيريان سيست، كيس على المبيض حجمه كبير، في او مثلا نلخبطها بالاكسسيف اكيوميوليشن of fat in the fatty layer of the superficial fascia اللي شفناها في المحاضرة الأولى. الجدول هذا جدول مهم جدا، بيورجيني المسلز of the anterior abdominal wall، اسم المسل والأوريجين تبعها والإنسيرشن والنيرف سبلاي والأكشن. هذا مهم الجدول، يعتبر تجميع للنقاط السابقة. نكمل الـ structure of the anterior abdominal wall. خلصنا من المسلز، الآن نروح على الفاشيا ترانسفيرزاليس. الفاشيا ترانسفيرزاليس هي عبارة عن فاشيا، thin layer of fascia lines the transversus abdominis muscle، عشان هيك سميناها فاشيا ترانسفيرزاليس، يعني الفاشيا which is related to the transversus abdominis muscle. هذه الفاشيا ترانسفيرزاليس continuous with a similar layer lining the diaphragm and the iliacus muscle. It is important to understand that the fascia transversalis, the diaphragmatic fascia, diaphragmatic fascia هذه الفاشيا اللي covering the under surface of the diaphragm, and iliacus الفاشيا اللي مغطية medial surface of the iliacus muscle, and the pelvic fascia form one continuous lining to the abdominal and pelvic cavities. وكأنها هيك داير ما يدور، عاملة كيس، هذا الكيس بداخل الابدومينال كونتينس والبلفيك كونتينس. هاي عندي الفاشيا ترانسفيرزاليس. أهمية الفاشيا ترانسفيرزاليس إنها تحتوي على rounded opening. هذا rounded opening بنسميها deep inguinal ring. هذه deep inguinal ring تعتبر بداية خروج السبرماتيك كورد in males والround ligament of the uterus in females من الابدومينال كافيتي للانجوينال كانال، والانجوينال كانال اللي هي القناة الإربية، هذه هي المسؤولة عن توصيل السبرماتيك كورد للسكروتم، أو توصيل الround ligament of the uterus للليبيا ماجورا في الفيميلز. هذه جدا مهمة الديب انجوينال رينج، وإلها علاقة بحاجة بنسميها انجوينال هيرنيا، راح نتكلم عنها في المحاضرة القادمة إن شاء الله. الفيمورال شيث، الفيمورال شيث اللي أخذتوها في الأناتومي of the lower limb، اللي بتنقل مجموعة من الكونتينس من الأبدومين لللور limb، اللي تحتوي على الفيمورال vessels is formed from the fascia transversalis and the fascia iliacal. Anterior wall of the femoral sheath مكون بالفاشيا transversalis، والposterior wall مكون من الفاشيا إلياكا. بعد الفاشيا ترانسفيرزاليس في عندي الإكسترا بيريتونيال فات. الإكسترا بيريتونيال فات عبارة عن thin layer of connective tissue that contains variable amount of fat. هذه الإكسترا بيريتونيال فات يقع بين الفاشيا ترانسفيرزاليس وبين البارايتال بيريتونيال. لو جينا نظرنا هنا، هاي هذا posterior layer of rectus sheath، وهي الفاشيا transversalis، وراها اللي باللون الأصفر هذه عبارة عن الإكسترا peritoneal fat، باكي بيجي الخط الأسود هذه البارايتال peritoneum. البارايتال peritoneum عبارة عن الإكسترنال layer of the serous peritoneum that
lines the walls of the abdomen. عبارة عن thin serous membrane و continuous below with the parietal peritoneum lining the pelvis. طيب الآن نتكلم عن شوية بالتفصيل عن the nerves of the anterior abdominal wall اللي هم the lower six thoracic spinal nerves and the first lumbar nerve which gives two branches, iliohypogastric and ilioinguinal nerves. أول حاجة بدنا نحكي إنه the nerves of the anterior abdominal wall زي ما احنا شايفين من T7 لT12 وهي L1 بيغذوا the skin of the anterior abdominal wall بالorganization of the dermatomes بيغذوا لي كمان the muscles of the anterior abdominal wall motor supply طبعا هذا وبيعطوا كمان أو بياخذوا sensation كمان من the parietal peritoneum فاحنا بنعتبر إنه the skin وال parietal peritoneum are sensitive to various modalities of general somatic sensations from the pain with touch with temperature with pressure with vibration وما إلى ذلك وين موجودين النيرفز of the anterior abdominal wall موجودين between the internal oblique and the transversus abdominis muscles إذا متذكرين في الثوركس كنا حكين إنه النيوروفاسكولار باندل موجود في السبكوستال جروف between the internal intercostal والinnermost intercostal واحنا قلنا ان الانترنال intercostal مكملة في الابدومن كinternal oblique والinnermost intercostal مكملة في الابدومن كtransversus abdominis muscle فهي ايضا موجودة between هدول التو layers هذا عبارة عن transverse section showing the course of thoracic spinal nerves من T7 ل T12 بنلاقي انه هي بيطلع الواحد من هذا المكان بيعطيني posterior cutaneous nerve to supply the طبعاً عبارة عن posterior ramus هذا الanterior ramus هو اللي احنا معنيين فيه بيكون ماشي between the internal oblique والtransversus abdominis muscle بيعطيني medial branches هذه medial branches supply the parietal peritoneum بيعطيني muscular branches بتغذي لي المسلز بيعطيني lateral cutaneous nerve اللي بينقسم إلى anterior branch و posterior branch عشان يغطوا لي الـ lateral aspect of the dermatome في الأبدومن بعد كده terminal part بيغذي لي rectus abdominis بيخترق rectus abdominis والanterior wall of rectus sheath بيطلع على السكين كanterior cutaneous nerve which is divided into medial and lateral branches عشان تكمل لي الديرماتومال سيجمنتس هاي عندي هنا شايفين الديرماتومز تبعت اللور 6 ثوراسيك سباينال نيرفز تي 7 8 9 10 11 12 واضح جدا انه الديرماتومز ار ترانسفيرسلي اورينتد تقريبا يعني مع شويه داونورد اورينتيشن اهم شيء انه الديستريبيوشن اوف تي 10 للسكن اوف ذا امبلايكس يعني هذا مهم جدا الكلام ليش مهم جدا لما نيجي نتكلم عن السباينال كورد انجري صار في عندي إصابة في السباينال كورد صار قطع في السباينال كورد عند مستوى T10 باجي أنا بأشوف السنسيشن في الأبدومن إذا لقيت أنه above T10 السنسيشن preserved وبلو T10 السنسيشن is lost معنى الكلام أنه الإصابة في السباينال كورد عند مستوى T10 لقيت طب T10 كويسة وبلو T10 يعني في هذا المكان فقدنا السنسيشن معناته at a lower level than T10 وهذا مهم جدا في determination of the level of spinal cord sections in traumatic injuries للvertebral column T12 هذا الموتور فايبرز تبعته بتغذي البيراميدالس مصل لو كانت موجودة أهم إشي إنه lower 6 thoracic spinal nerves terminate by piercing the anterior wall of the sheath and supplying the skin وهذا واضح جدا في the transverse section هاي terminal part من T7 إلى T12 بيخترق rectus abdominis anterior wall of rectus sheath وبيطلع ك anterior cutaneous nerve على the skin the first lumbar nerve له similar course لكن does not enter the rectus sheath لأنه يعني بيضل شوية بينتهي lateral للrectus sheath represented by two nerves اللي هما الإليو إنجوينال نيرف الإليو هايبوغاستريك and إليو إنجوينال
nerves. The iliohypogastric nerve pierces the external oblique aponeurosis above the superficial inguinal ring. اللي هو هذا هيو. هذا lateral branch of ilioinguinal nerve. هي superficial inguinal ring. And by the ilioinguinal nerve which emerges through the ring. شايفين؟ يعني terminal part of iliohypogastric يكون بيخترق الأبونيروس تبعت الإكسترنال أوبليك فوق السوبرفيشال إنجوينال رينج، بينما الإيليو إنجوينال بيطلع من خلال السوبرفيشال إنجوينال رينج. These two branches end by supplying the skin just above the inguinal ligament and symphysis pubis. كل هذه منطقة distribution of L1. هاي برضو مرة تانية dermatomal distribution T7, 8, 9, 10 11, 12 و L1 ماخذ يعني بغذي لي السكن of the groin. منطقة الجروين هي منطقة الجنكشن بين اللور ابدومن والأبر ثاي، هي اللي فيها الانجوينال ليجامنت. طبعا هذا الإيليو هايبوغاستريك نيرف شايفينه بيكون superior للسوبرفيشال انجوينال رينج، والإيليو انجوينال نيرف بيكون بيعدي من خلال السوبرفيشال انجوينال رينج. وضع عندي هنا اللاترال كوتينيوس برانشز والانتيرو كوتينيوس برانشز اوف ذا لوور سيكس ثوراسيك سباينال نيرفز انتيرو ريماي. ابدومينال بين مسل ريجيديتي اند ريفيرد بين غالبا بيكون صعب على اي طبيب تو ديسايد whether the muscles of the anterior abdominal wall of a patient are rigid because of underlying inflammation of the parietal peritoneum or whether the patient is voluntarily contracting the muscles حاجة بنسميها guarding because he or she resents being examined or because the physician's hand is cold. بدي يحكي لي في هذه السلايد في هذا الميديكال ابليكيشن متعلق بالكلينيكال examination of the abdomen انه كطبيب مستقبلا راح يمر عليك حالات انه انت لما تيجي تعمل examination للابدومن تلاقي الابدومن قاسي، تلاقي الانتيريور ابدومينال وول ريجيد شادد حاله. الان بكون في البدايه صعب انه انا افرق هل الكونتراكشن في الانتيريور ابدومينال وول muscles is involuntary وهذه بسميها muscle rigidity، ولا الكونتراكشن في الانتيريور ابدومينال وول muscles هذا voluntary يعني البيشنت هو اللي عامل voluntary contraction لأنه خايف من عملية الإكزامينيشن، أو لأنه إيدك خلال الفحص كانت باردة جدا، حاجة بنسميها guarding. Then we have two terms applied to muscle contraction of the anterior abdominal wall. Muscle rigidity which means involuntary contraction of the anterior abdominal wall muscles and muscle guarding which means voluntary contraction of the anterior abdominal wall. السبب في الأولى أنه يكون underlying inflammation، يعني في عندي inflammation مثلا في الأبندكس، عندي inflammation في whatever the abdominal organ وعامل irritation للperitoneum. هذا irritation results in reflex contraction في محاولة أنه الجسم بده يحمي الأبدومينال contents من أي حاجة خارجية، فبحاول يقسي الأنتيرو أبدومينال وول. الجاردينج هذا يمكن التغلب عليها، مثلا أنه أنت تبدأ تحكي مع العيان، تأخذ منه هيستوري، تسأله عن اسمه عن عمره إيش بيشتغل، ويكون أول حاجة خلال الفحص أنه يكون البيشنت في السوباين بوزيشن بهذا الوضعية يعني نايم على ظهره، وتاني عامل فليكشن أوف ذا هيب وفليكشن أوف ذا ني. هذا الوضعية كتير بترخي الأنتيرو أبدومينال وول، وبتبدأ تحكي معاه وتأخذه تعطي. لو كان العيان عامل voluntary contraction ممكن بسهولة انه انت تبدأ تشعر انه صار فيه relaxation of the anterior abdominal wall وتبدأ تقوم بعملية الexamination. الشغلة الثانية انه الexaminer's hand should be warm، لازم تكون دافية ملائمة لحرارة الجسم. اذا المريض كمان بيشكي من ألم في منطقة معينة انا ببدأ الفحص من منطقة بعيدة عن منطقة الألم، وهذه مهمة جدا to gain the patient's confidence إن أنا بحصل على ثقة المريض في عملية الفحص، فمهم جدا how to break the cycle اللي هي الguarding. أول حاجة إنه أنا أول حاجة أخلي العيان في supine position يعمل flexion of the hip and knees،
رقم اثنين خلال الاكزامينيشن بخلي العيان ياخذ ديب انسبيريشن، كل ما ياخذ ديب انسبيريشن مضطر يعمل ريلاكسيشن للانتيرو ابدومينال وول اذا كان عامل فولنتري كونتراكشن، لكن اذا كان الكونتراكشن انفولنتري معناته مستحيل، لازم المريض ايش هذا ريفلكس كونتراكشن راح يضله كما هو. واضح الكلام؟ الشغله الثانيه لازم ادفي ايدي منيح وابدا احكي مع العيان واخذ منه هيستوري واساله عن هذا، كثير بيعطي واشرح للعيان ايش اللي بدك تعمله، وبالتالي بيكون مطمئن لطبيعه الاجراء او طبيعه الفحص. حكينا هذه المعلومات كلها. الانتيرو ابدومينال نيرف بلوك، بنتكلم عن نيرف بلوك او انستيزيا اوف ذا anterior abdominal wall nerves مثلا for the indication of repair of multiple lacerations of the anterior abdominal wall. واحد جاينا بجروح قطعية مختلفة في anterior abdominal wall وصعب اقعد اخدر كل جرح لحاله، لانه فكرة النخز بإبرة التخدير ايضا تعتبر مؤلمة، فانا ممكن اعمل ايش، اعمل nerve block لكل anterior abdominal wall nerves من T7 ل T12 زائد الإيليو إنجوينال والإيليو هايبوغاستريك نيرز، وبالتالي أشتغل في هذه المنطقة وأعمل سوتشرينج للوونز بأريحية. في هذه الصورة واضع عندي الأنستيزيا of the anterior abdominal wall nerves. بداية الثوراسيك سباينال نيرز كان بي بلوكت along the coastal margin along the medial aspect of the coastal margin على جانبي الزيفويد process as these nerves emerge from the intercostal spaces and enter the abdominal wall. بينما الإيليو إنجوينال والإيليو هايبوغاستريك نيرفز بنخدرهم كالتالي: الإيليو إنجوينال نيرف passes forward in the inguinal canal and emerges through the superficial inguinal ring. بينما الإيليو هايبوغاستريك نيرف passes forward around the abdominal wall. جينا من وراء الإيليو هايبوغاستريك and pierces the external oblique aponeurosis above the superficial inguinal ring. كيف بدي أخدر هدول النيرز؟ بختار أول حاجة بحدد الأنتيريور سوبيريور إيليك سباين وهي نقطة محسوسة على السكين، وبحدد نقطة الأمبلايكس وبرسم خط بينهم، هذا الخط بسميه سباينو أمبلايكال لاين. السباينو أمبلايكال لاين بقسمه إلى ثلاث أتلات في ال يعني هيك هي إلى ثلاث أتلات عند الجنكشن بين الميدل ثيرد واللاترال ثيرد، بختار هذه النقطة وبحقن فيها الأنستيتيك إيجنت، وهيك بكون أنا عملت إنفلتريشن أوف أنستيزيا حوالين الإيليو هايبوغاستريك والإيليو إنجوينال نيرفز، يعني 1 إنش أو 2.5 سنتيمتر above the anterior superior iliac spine on the spino umbilical line. The arteries of the anterior abdominal wall include 5 arteries: superior epigastric, inferior epigastric, deep circumflex iliac artery, and lower 2 posterior intercostal arteries, واخيرا ال 4 lumbar arteries. بداية superior epigastric artery زي ما احنا عارفين هو one of the two terminal branches of the internal thoracic artery and it enters the abdomen between the coastal and external origins of the diaphragm. بيفوت على الريكتس sheath بكون posterior to the rectus muscle وanterior للposterior wall and it ends by anastomosing with the inferior epigastric artery. The inferior epigastric artery had a branch من the external iliac artery just above the inguinal ligament قبل، يعني ما لأنه تحت مستوى الانجوينال ليجامنت بيصير اسمه femoral artery. It runs upward. The inferior epigastric runs upward and medially باتجاه الarcuate line along the medial side of the deep inguinal ring. وهذه علاقة مهمة إنه بكون medial لل deep inguinal ring بحس the pulsation of inferior epigastric artery. It pierces the fascia transversalis to enter the rectus sheath anterior to the arcuate line. And it ascends behind the rectus muscles زي ما احنا شايفين between the rectus abdominis and the posterior layer of or posterior wall of rectus sheath and it ends by anastomosing with the superior epigastric artery.
الديب سيركمفليكس ايلياك ارتري برضو هذا برانش من الاكسترنال ايلياك جست اباف ذا انجواينال ليجامنت رانز. هاي الديب سيركمفليكس ايلياك ارتري رانز ابورد and laterally toward the anterior superior iliac spine and then continues along the iliac crest. It supplies the lower lateral part of the abdominal wall. بعدها بيجي عندي two posterior intercostal arteries. هيهم موجودين two posterior intercostal branches من descending thoracic aorta واللمبر أيضا branches من abdominal aorta. Pass forward between the muscle layers and supply the lateral part of the abdominal wall. هيك أنا ممكن أعمل categorization لل arterial supply of the anterior abdominal wall. بقسم ال anterior abdominal wall إلى median part أو middle part و lateral part. The middle part بقول أنا the middle part superior and inferior epigastric arteries. The lateral part the upper lateral, the lower two posterior intercostal. The major part of the lateral aspect, the four lumbar arteries, the lower lateral عن طريق the deep circumflex iliac artery. The veins of the anterior abdominal wall include two sets of veins, superficial veins and deep veins. Superficial veins, زي ما احنا شايفينهم, بيكونوا لي network that radiates out from the umbilicus above. The network is drained into the axillary vein via the lateral thoracic vein. يعني لو أنا رسمت خط بالعرض زي هيك, the veins اللي طالعة من the umbilicus, superficial veins radiating out of the umbilicus. Above this line بتصب في the axillary vein عن طريق the lateral thoracic. Below بتصب في the femoral vein عن طريق the superficial epigastric and great saphenous veins. إذا اتجاه the blood أو الفينس درينج فوق مستوى الأمبليكس إلى الأعلى وتحت مستوى الأمبليكس إلى الأسفل. في عندي few small veins من هذه النتورك بنسميها para umbilical veins. هذول para umbilical veins connect the network through the umbilicus and along the ligamentum teres to the portal vein, ligamentum teres of the liver to the portal vein. This forms an important portosystemic venous anastomosis. ايش البورتو سيستميك فينس انستوموسيس؟ انا في عندي الفينس درينج في الجسم يا اما بروح على البورتال فين يا اما بروح على السيستميك فينز ومنه الى الانفيرير او السوبير فينا كيفا للرايت اتريوم اوف ذا هارت. اللي بروح على البورتال فين محدود من اللور ثيرد اوف ذا اسوفيجاس لغايه ال البروكسيمال تو ثيردز اوف ذا ترانسفيرس كولون. كل هذا الفينس درينج كله بروح على البورتال فين ان ذا ليفر. الان اي كوميونيكيشن بين سيستميك فينز اللي بتصب في الانفير فينا كيفا او السوبير فينا كيفا وبين البورتال فين هذا بنسميه سايت فور بورتو سيستميك انستوموسيس. اوكي الان السوبرفيشال فينز اللي بتصب في الاكزيلري ولا بتصب في الفيمورال اللي حوالين الامبلايكس هذول يعتبروا سيستميك ولا بورتال؟ يعتبروا سيستميك. في شوية veins بيربطوا هذه النتورك اسمهم para-umbilical veins بيربطوهم مع portal vein فهذه para-umbilical veins يعتبروا site for portosystemic anastomosis. طب ايش أهمية هذا الكلام؟ لو صار في عندي انسداد في ال systemic venous circulation انسداد في inferior أو superior vena cava أو صار في عندي انسداد في portal vein معناته راح يصير ارتجاع للبلد بدل ما البارا امبليكال فينز تصب في البورتال بدها ترجع تاني تصب في السوبرفيشال فينز معناته بده يزيد من تدفق البلاد خلال هدول النتورك which radiates from the umbilicus. لما بيزيد راح يصير في عندي congestion of these veins احتقان طبعا كمية البلاد اكثر. طب كيف تستوعب هذه الفينز؟ بيصير في عندي engorgement برضو مليانة بالبلاد بيصير tortuosity ودايليشن توسع وتعرج في هذه الفينز حاجة بنسميها كابوت ميدوزا. كابوت ميدوزا اللي هي رأس ميدوزا الساحرة اللي على رأسها بيكون فيه زي التعابين طالعة. أوكي هذه أحد العلامات اللي بتحدث في البورتال هايبرتنشن أو زيادة البريشر في البورتال سيركيوليشن. الديب فينز of the anterior abdominal wall
يشمل السوبيريور ابيجاستريك انفيريور ابيجاستريك الديب سيركمفليكس ايلياك فينز هدول ماشيين مع الارتريز ودرين انتو ذا انترنال ثوراسيك اند اكسترنال ايلياك فينز. البوستيريور انتركوستال بتصب في الازايجا زي ما احنا عارفين واللمبر بتصب في الانفيريور فينا كيف. اذا الديب فينز كوريسبوندز تو ذا ارتريز بينما السوبرفيشال فينز هذه نتورك موجوده في هذاك المكان. البورتال فين اوبستراكشن حكينا لو صار عندي اوبستراكشن بصير ديستنشن في السبكوتينيوس فينز راديتنج اوت فروم ذا امبلايكس بصير ديستنشن وكونجستشن وانجورجمنت ودايليشن وتورتشوستي كل العلامات تبعت الفاريكوز فينز بنسميهم يعني هدول فينز فيهم دوالي بتعمل لي حاجه بنسميها كابوت ميدوزي. هاي البورتال فين اوبستراكشن بكون هاي الفينز اللي طالعه من الامبلايكس اتجاه بهذا الشكل. كيفال obstruction means obstruction of the superior or inferior vena cava. شفنا في السلايد السابقة لو حدث obstruction في البورتال فين ايش اللي بيحصل عندي، بينما لو حدث obstruction في superior او inferior vena cava راح يحدث التالي. عشان نتذكر مع بعض انه الفينز above the umbilicus بتصب في lateral thoracic vein ومنه للaxillary ومن الaxillary للsubclavian وفي النهاية للسوبيريور فينا كيفا. لو صار انسداد في السوبيريور فينا كيفا كل الدم هذا راح يصير محتقن داخل الفينز وراح يسلك طريق مختلف لأنه منطقة السوبيريور فينا كيفا راح تكون of high pressure، حيصير ارتجاع للبلد في الأكزيلاري فين لللاترال ثوراسيك ومنه للفينز below the umbilicus زي superficial epigastric vein. فهنا راح يظهر على اللاترال تشيست وول اللاترال ثوراسيك فين راح يكون elongated dilated congested tortuous vein بنسميه varicose vein وعامل طبعا anastomosis مع superficial epigastric اللي بدوره راح يكون ايضا له نفس المواصفات elongated dilated congested tortuous vein وبنسميهم هذول الاثنين زي ما احنا شايفين بنسميهم thoraco epigastric فين وكأنه في حية موجودة تحت السكن هذا شكل الفاريكوز فين تحت السكن. lymphatic drainage of the anterior abdominal wall الليمف drainage يمر على superficial lymph nodes أو على deep lymph nodes superficial lymph vessels the lymph drainage of the skin of the anterior abdominal wall above the level of the umbilicus بروح على anterior axillary lymph nodes وbelow the level of the umbilicus بروح على superficial inguinal lymph nodes هذول موازيين للinguinal ligament. من الباك above the iliac crest عند اللاندمارك والiliac crest فوق الiliac crest بتروح على posterior axillary lymph node and below the iliac crest بيلفوا عشان يجوا قدام مرة تانية ويصبوا لي في superficial inguinal lymph nodes. the deep lymph vessels follow the arteries we drain finally into the internal thoracic, external iliac, posterior mediastinal, para-aortic اللي بنسميها lumbar lymph nodes. skin and its regional lymph node مهم جدا معرفة lymphatic drainage of the skin of the anterior abdominal wall. مثلا it is possible to find a swelling in the groin اللي groin قلنا المنطقة الجنكشن بين lower abdomen والupper thigh. A large superficial inguinal node caused by an infection or malignant tumor of the skin of the lower part of the anterior abdominal wall or that of the buttock المنطقة الخلفية من الأرداف. فإحنا لما نيجي نطلع هنا بقول مهم جدا نعرف المناطق السكن المختلفة تبعت الأنتيرو أبدومينال وول لوين بتودي الليمف تبعها عشان نقدر نعمل التريسينج ل ال enlarged masses أو ال enlarged lymph nodes نعرف وين the source of infection أو source of malignancy. واضح مرة تانية قلنا above the umbilicus anterior axillary lymph nodes وbelow the superficial inguinal كمان superficial inguinal تأخذ من the skin of the back below the iliac crest بينما above the iliac crest بروح على the posterior axillary lymph nodes. الامبلايكس او السرة هي عبارة عن consolidated scar يعني scar ندبة مكان الـ attachment of the umbilical cord in the fetus we situated in the linea alba. infection of the umbilicus الامبلايكس هذه تعتبر hidden
site of infection لأنها منطقة غائرة من سطح الجسم، وكونها منطقة غائرة وبتسكر وبتفتح نتيجة حركة السكن، فبتكون منطقة لا نيجاتيف بريشر بيتجمع فيها الشعر من سطح الجسم، بيتجمع فيها الوبر تبع الملابس، ممكن تكون site of infection، بالتالي لازم الواحد ياخد باله منها خلال الشاور ويعمل لها good cleaning لأنها ممكن تكون common site of infection. وللأسف لو نجحت شعرة من هذول الشعرات إنها تفوت جوا الأمبلايكس وتعمل لها tracks جوا، ممكن تؤدي إلى حدوث what is called pile needle sinus أو ناسور بيجي في منطقة الأمبلايكس. طيب أعزائي الطلبة، إلى هنا تنتهي الجزء الثاني والأخير من محاضرة الأناتومي of the anterior abdominal wall، إلى أن ألقاكم في محاضرة جديدة من الأناتومي of the abdomen. كونوا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.